بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في كورس اللو كارنت، كورس التيار الخفيف. معاكم مهندس اشرف رمضان. ان شاء الله النهارده هنتكلم على نظام انذار الحريق او الفاير الارم سيستم. هنتكلم عن الفاير الارم سيستم. تمام. طيب، نظام انذار الحريق، في عندي شويه معلومات مهمين جدا يا شباب قبل ما نبدا. في عندي اشهر الاكواد العالميه اللي انا بشتغل بيها في الاعمال الكهربائيه بصفه عامه. تمام. اول هذه الاكواد ال NFPA 72. ركز يا باشمهندس، NFPA 72. طيب NFPA دي اختصارت ايه؟ National Fire Protection Association. ده عباره عن مقياس امريكي. تمام. يعتبر من اعلى المقاييس لنظام انذار الحريق، واجتياز الاختبار الخاص بال NFPA ده بيمنح شهاده بنسميها اليو ال ليستد. طيب يو ال ليستد دي معناها ايه؟ معناها الاندر رايتر لابوراتوري. الاندر رايتر لابوراتوري دي شهاده انا باخدها لو حققت شروط ال NFPA 72. المقياس الثاني وهو مقياس اوروبي اللي هو البريتش ستاندرد. احفظ معايا الرقم ده كويس يا باشمهندس عشان ترجع للستاندرد، هيبقى ان شاء الله البي دي افات موجوده مع الفيديو. البريتش ستاندرد 58 39. بريتش ستاندرد البي اس 58 39 ده عباره عن مقياس اوروبي. المقياس الاوروبي ده لو انا اجتزت هذه الشروط الموجوده في البريتش ستاندرد بقدر احصل على شهاده ال بي سي بي اللي هي اللوز بريفنشن سيرتيفيكيشن بورد. في مقياس ثالث اللي هو المقياس الالماني اللي احنا بنسميه الفي دي اس. تمام. وده مقياس مشهور في انذار الحريق او في انظمه الحريق العالميه. طيب حاجه مهمه جدا هنبدا نتفق عليها، لو انت ماشي مع اي كود من الاكواد دي، الشرط الاول عشان تشتغل في الفاير الارم لازم تحقق مقاييس الدفاع المدني في الدوله بتاعتك. يبقى انا لو موجود في مصر يبقى لازم احقق شروط الدفاع المدني في مصر، لو انا موجود سي في السعوديه احقق شروط الدفاع المدني في السعوديه فيما لا يتعارض مع مين؟ المقاييس الخاصه بالمقاييس العالميه. يعني انا رقم واحد لو في شرط متعارض يبقى رقم واحد هنفذ مقاييس او شروط الدفاع المدني في الدوله بتاعتي. رقم اثنين هبقى ماشي مع الكود الخاص بالنظام، وده طبعا بيحدده. تمام. ان انا همشي على ال NFPA او البريتش ستاندرد بيبقى موجود عندك في مواصفات المشروع. وطبعا اختيار ال NFPA او البريتش ستاندرد 58 39 ده بيختلف حسب مقاييس معينه. زي ايه؟ رقم واحد طبيعه المشروع يا شباب، طبيعه المشروع، اهميه المشروع، درجه الحمايه المطلوبه في المشروع، والميزانيه المعتمده لهذا المشروع. يبقى انا لو عندي ميزانيه كبيره ودرجه حمايه كبيره والمشروع ده مهم، تمام، وطبيعته ان هو بيلزم في استخدام كود عالي في نظام انذار الحريق، طبعا بروح لل NFPA 72 وده اعلى كفاءه طبعا من البريتش ستاندرد 58 39. طبعا لو في زي ما احنا بنشوف كده فنادق مثلا 5 نجوم او 7 نجوم لازم بمشي على ال NFPA تمام 72، ده بيبقى مكتوب في السبيكس الخاصه في النظام. طيب ايه الغرض من نظام انذار الحريق يا شباب؟ انا بستخدم ليه نظام انذار الحريق؟ رقم واحد الكشف عن الحريق وموقعه، دي مهمه جدا. انا الهدف الرئيسي ان انا احدد ان في حريق واحدد مكانه فين. طيب بعد ما حددت لازم انذر تمام الناس اللي موجوده في المكان ده او في المبنى ده ان في حريق عشان يقدروا ايه؟ يهربوا من المكان الموجود فيه حريق ويتم انقاذهم من هذا الحريق. رقم ثلاثة مكافحة الحريق في أول مراحله، الهدف بتاعي إن أنا أكافح الحريق مش لما ينتشر الحريق وتحصل مشاكل كبيرة، لا ده في أول مراحل الحريق أنا بنذر الناس على أساس الناس تعمل إخلاء للمبنى، وبعد كده لازم يكون إن أنا ببلغ أقرب مركز إطفاء، يبقى هدف من الأهداف الرئيسية لنظام إنذار الحريق تبليغ أقرب مركز إطفاء. طبعا لو انا رابط نظام انذار الحريق مع الانظمه اللي بتشتغل اوتوماتيكيا او تلقائيا زي نظام اطفاء الحريق، يبقى لازم انذار الحريق ده هيدي
او يشغل انظمه الاطفاء التلقائيه تمام المخصصه لاطفاء الحرائق. لو احنا بدأنا نشوف ايه هي التقسيمات الخاصة بأنظمة الحريق. النوع الاولاني في عندي نظام اللي هو احنا بنسميه نظام او وحدة انذار فردية. وحدة الانذار الفردية دي يا شباب بنستخدمها، بيكون عبارة عن كاشف جواه بطارية تمام، وبيبقى فيه بزر صغيرة كده او صفارة انذار داخلية مع مدمجة مع الكاشف تمام، بتحس ان فيه فاير او حريق وبتبدا تدي انذار. يبقى النوع الاول اللي هو وحده الانذار الفرديه، وده بيستخدم في الحاجات الصغيره جدا. اما النظام المتبع اللي احنا شغالين عليه اللي هو المنظومه المتكامله لنظام الحريق، المنظومه المتكامله لنظام الحريق دي بتبقى عباره عن مجموعه من الديتكتورز او الكواشف بانواعها المختلفه مربوطه في لوحه تحكم اللي هي الفاير الارم كنترول بانل، وببقى رابطها بوحدات الانذار اللي بتبدا تنذر الناس الموجوده داخل المبنى لاخلاء المبنى، والتيقن من ان الحريق ده ان شاء الله هيتم التعامل معاه في اول مراحله. طيب بعد كده عايزين نبدا نشوف مكونات النظام المتكامل اللي احنا بنقول عليه نظام متكامل لانذار الحريق. ايه مكوناته؟ رقم واحد يا شباب الحساسات او بيسموها الكواشف اللي احنا بنشتغل عليها وبنسميها ايه الديتكتور. يبقى سواء انا قلت ديتكتور حساس كاشف نفس القصه. في عندي زي ما احنا شايفين كده في الصوره دي، ده كاشف تمام دخان ده سموك ديتكتور، في عندي هنا كاشف حراري اللي هو الهيت ديتكتور، في عندي كاشف غاز، وفي انواع اخرى من الكواشف. يبقى رقم واحد اللي هو مين؟ رقم واحد الكواشف، رقم واحد الكواشف. رقم اثنين المانوال كول بوينت او اللي احنا بنسميها الكول بوينت او الزر اليدوي، ده احنا اللي احنا بنسميه هنا الكاسر الزجاجي. ده لو اي حد شاف الحريق قبل ما يحس بيه الديتكتورز يقدر يكسر الكاسر الزجاجي ده ويعمل عمليه الارم او انذار للناس قبل ما الكواشف تبدا تحس بهذا الانذار. يبقى رقم اثنين اللي هو المانوال كول بوينت او الكاسر الزجاجي. بعد كده في عندي انظمه مختلفه عشان ننبه الناس ان في حريق في المكان ده اللي احنا بنسميها وحدات انذار، سواء كانت وحدات انذار صوتيه او مرئيه. في عندي طبعا الوحدات الصوتيه المشهوره زي البيل اللي هو الجرس، او الهورن اللي هو البوق بتاع الانذار، او في عندي الساوندر، الساوندر تمام اللي هو اقدر اطلع بيه صوت معين يديني انذار، والإضاءة التحذيرية اللي أنا بقدر أشغلها أو بيسموها الانديكيشن اللامب. بعد كده أهم عنصر في المنظومة كلها اللي هي الكنترول بانل أو لوحة التحكم الخاصة بإنذار الحريق، وهي تعتبر العقل المفكر اللي بتعمل بروسيسنج لكل الإشارات اللي داخلة من الديتكتورز وتبدأ تدي الألارمات اللي رايحة للبيل والهورن والناس دي. يبقى الرقم أربعة اللي هي لوحة التحكم الفاير الارم كنترول بانل. بعد كده طبعا في المنظومة بتاعتي بستخدم مواسير وبمدد جواها الأسلاك اللي هتبدأ تربط عناصر المنظومة ببعض. هنبدأ دلوقتي نشتغل على أنواع الكواشف أو الديتكتورز. الديتكتور تايب يا شباب زي ما قلنا رقم واحد اللي هو كاشف الدخان أو السموك ديتكتور. في منه نوعين، النوع الاولاني الايونيزيشن سموك ديتكتور، والنوع الثاني الاوبتيكال سموك ديتكتور. خلي بالك في عندي اول نوع من انواع الكواشف، الكواشف تمام الخاصه بالدخان او السموك ديتكتور. السموك ديتكتور في منه نوعين، الايونيزيشن سموك ديتكتور والاوبتيكال سموك ديتكتور. طيب الايونيزيشن سموك ديتكتور ركز معايا عشان الكلام ده مهم جدا في التصميم، بستخدمه في الحرائق السريعه وحرائق الطاقه المرتفعه. يبقى امتى بستخدم الايونيزيشن؟ في الحرائق السريعه وحرائق الطاقه المرتفعه، اما الاوبتيكال بستخدمه في الحرائق البطيئه الاشتعال، وهنتطرق لتفصيل لهذه المسميات ان شاء الله في هذا الفيديو. يستخدم طبعا الكاشف لو انا اقدر اعمل كاشف مزدوج كومبايند بين الاثنين ضوئي وايوني تمام، ده بيبقى السعر بتاعه عالي شويه، بستخدمه في الغرف زي غرف الكمبيوتر بستخدم لها كاشف تمام مزدوج.
طبعا انا بستخدم كواشف الدخان تمام في اماكن معينه، بس ما اقدرش استخدمها في الاماكن اللي بتحتوي اصلا على دخان او غبار في الحاله العاديه، لان انا عايز اوصل ان لو حصل ان في دخان في المكان ده بيحصل الارم. اما لو انا في مكان طبيعي اصلا فيه غبار او فيه دخان، فلو انا شغلت سموك ديتكتور هو اصلا اوتوماتيك كل شويه هيشتغل، فكده فقد الوظيفه بتاعتي. يبقى انا اول نوع يا شباب السموك ديتكتور، ركز معايا يا باشمهندس، رقم واحد في الديتكتورز سموك ديتكتور. رقم اتنين الهيت ديتكتور او الكاشف الحراري، في منه نوعين، فيكسد تمبريتشر والريت اوف رايز، ريت اوف رايز هيت ديتكتور. الفيكسد تمبريتشر ده بستخدمه في الاماكن اللي طبيعتها تمام توجد فيها طبعا ابخره ودخان وغبار، يبقى احنا قلنا هنا لا يمكن الاستخدام ده في الاماكن اللي فيها ابخره ودخان وغبار، يبقى انا بستخدم ايه؟ بستخدم كاشف حراري في هذه الحاله. طيب الكاشف الحراري في زي ما قلنا عند درجه حراره معينه تمام سي 58 مثلا هيعمل الارم، يبقى ده اسمه ايه؟ فيكسد تمبريتشر. اما في نوع ثاني اللي هو الريت اوف رايز، طبعا بستخدمه بيكون عندي درجة حرارة معينة، لو زادت سي 5 درجات 10 درجات يبقى أنا هنا بشوف معدل الزيادة، أما هنا لو وصل لدرجة معينة بيعمل ألارم. هنا معدل الزيادة اللي هي درجة الحرارة الدلتا تي مثلا سي 5 درجات تمام، يبقى هو كان 30 بي 35 هيعمل ألارم، كان 50 بي 55 هيعمل ألارم تمام. ده بيستخدم في الأماكن اللي طبيعتها حدوث تغيرات في درجة الحرارة تمام، بستخدم الريت اوف رايز. ركز يا باشمهندس، هسال تاني. اول نوع السموك ديتكتور في منه حاجتين، في الايونيزيشن سموك ديتكتور والاوبتيكال سموك ديتكتور. طيب الهيت في منه نوعين، في الفيكسد تمبريتشر، الفيكسد تمبريتشر ديتكتور ده بيشتغل عند درجه حراره معينه اول ما بيوصل لها بيعمل ديتكتنج. النوع الثاني اللي هو الريت اوف رايز هيت ديتكتور ده بيشتغل لما بتزيد درجه الحراره بمقدار دلتا تي. طبعا بقدر اعمل ديتكتور بنسميه الكومبايند ديتكتور، كومبايند بين الاوبتيكال والهيت، وده مهم جدا يا شباب اللي هو احنا بنسميه المالتي ديتكتور. المالتي ديتكتور ده عباره عن كاشف ميكس بين الكاشف الدخاني والكاشف الحراري، بستخدمه في غرف الكهرباء، ده مهم جدا مهم جدا جدا الكومبايند ديتكتور. النوع الثالث لما بيكون عندي اماكن عاليه، لما يكون عندي اماكن عاليه تمام، عندي مثلا جملونات، عندي خيمه، عندي مكان مفتوح وانا عايز استخدم كاشف معين، مش هينفع استخدم الكواشف الحراريه او الكواشف الدخان، فبستخدم حاجه بنسميها البيم ديتكتور، البيم ديتكتور او الفليم ديتكتور اللي هو كاشف اللهب. ده بيبقى عباره عن جزئيتين، ترانسميتر وريفليكتور، طبعا بستخدمه في الاماكن ذات الارتفاعات العاليه في المناطق المفتوحة تمام، وبقدر احط الجزئين دول منفصلين على ارتفاعات عالية، وبقدر اعرف لو في سموك او لو في مثلا فليم لهب هنا بيحصل، بيبدأ يقطع الاشعة اللي موجودة بين الجزئين دول تمام، وبيبدأ يديني الر. يبقى النوع الثالث البيم ديتكتور. طبعا في عندي نوع مهم جدا اللي هو الدكت ديتكتور، ده عبارة عن كاشف بيتحط في مواسير التكييف عشان اقدر اكشف عن الدخان الموجود داخل الدكتات الخاصه بالتكييف. يبقى النوع الرابع الدكت ديتكتور، النوع الخامس الجاز ديتكتور او كواشف الغازات، دي بستخدمها في حاله وجود انابيب لنقل غاز معين وبيتم تركيبها تمام بالقرب من انابيب الغاز، او بستخدمها في المطابخ عشان اعرف لو في تسريب معين للغاز. يبقى نراجع تاني، ما هي انواع الديتكتورز المستخدمه في انظمه انذار الحريق؟ رقم واحد السموك ديتكتور اللي هو الكاشف الدخاني، في منه نوعين ايونيزيشن واوبتيكال. رقم اثنين الهيت ديتكتور، في منه فيكسد تمبريتشر وفي الريت اوف رايز هيت ديتكتور. رقم ثلاثه البيم ديتكتور اللي بيستخدم في الاماكن العاليه واللي احنا بنسميه كاشف اللهب. رقم أربعة الدكت ديتكتور ده خاص بدكتات التكييف. رقم خمسة اللي هو الجاز ديتكتور اللي هو الخاص بكشف الغازات. طبعا في سبيشال ديتكتورز موجودة تانية، هنبدأ نتكلم عن السموك ديتكتورز الموجودة عندي في النظام. طبعا زي ما قلنا هي بتستخدم في الحرائق السريعة وحرائق الطاقة المرتفعة،
ده احنا بنسميه ايونيزيشن، الايونيزيشن سموك ديتكتور او كواشف الدخان الايونيه. زي ما انت شايف ده شكله، هو عباره عن انا في عندي هنا الكتريكال باور سورس بيطلع لي هنا سيجنال بوزيتيف ونيجاتيف، في بوزيتيف الكترود ونيجاتيف الكترود، في هنا عندي الفا سورس بيطلع لي الفا براكتيكال، بيحصل هنا تأين وبيديني نيجاتيف ايونز وبوزيتيف ايونز، وبيبدا يحس بالكرنت اللي هيمر نتيجه عمليه التأين هنا ان هو يقرا الكرنت ديتكتور، وبيتوصل اول ما يمر كرنت بيديني الارم. خلي بالك حاول تحفظ الشكل بتاع السموك ديتكتور عشان تقدر تفرق بين الانواع المختلفه للديتكتورز. يبقى رقم واحد الايونيزيشن سموك ديتكتور، رقم اثنين الاوبتيكال سموك ديتكتور، ده بيستخدم في الحرائق زي ما قلنا بطيئه الاشتعال، تمام؟ ده بيستخدم في الحرائق بطيئه الاشتعال زي الحرائق الموجوده مثلا في الممرات او في مخازن الورق والخشب، دايما بنستخدم فيها الاوبتيكال سموك ديتكتور، وده الشكل الخاص بالاوبتيكال سموك ديتكتور. طبعا هنا الشغلانه كلها شغاله اوبتيكال، تمام؟ فبالتالي انا بستخدم هذا الديتكتور في الانذار ضد الحرائق البطيئه الاشتعال زي الحرائق الموجوده في مخازن الورق والخشب. طبعا الحاجات دي لا ما بستخدمهاش في الاماكن اللي فيها غبار في الحاله العاديه، سواء كان دخان او غبار او ابخره زي المطابخ، انا ما بستخدمهاش داخل المطابخ اللي هي الاوبتيكال سموك ديتكتور. طبعا زي ما قلنا من شويه ان انا بستخدم كومبايند كاشف، عباره عن كاشف مزدوج دخان ضوئي وايوني في غرف الكمبيوتر. تعال نبدا نشوف الستاندرد بيقول ايه في المسافه بين كل ديتكتور والتاني. طبعا النوع الاولاني اللي هو السموك ديتكتور بيبقى المساحه المساحه اللي بيغطيها هذا الديتكتور ليها نصف قطر، المفروض الستاندرد بيقول 7.5 عشان نضمن عدم وجود مناطق غير مغطاه، بنقول والله يبقى النصف القطر اللي انا بشتغل عليه الراديوس بتاعي بيكون 5 متر في حاله السموك ديتكتور. لو الراديوس 5 يبقى 5 تربيع ب 25 واضربها في باي عشان اطلع الاريا، يبقى انا اقدر اقول دي معلومه مهمه جدا ان السموك ديتكتور الواحد ممكن يغطي 80 متر مربع. طيب لما انا هاجي احط الديتكتورز دي جنب بعض، وبالتالي هيبقى من السنتر الخاص بالديتكتور للسنتر الخاص بالديتكتور الثاني المسافه بتبقى تقريبا 10 متر، المسافه 10 متر بين الديتكتور والثاني. وهتروح تلاحظ هنا في جزء كده بيغطي الديتكتور الاولاني والثاني، وده منطقه تمام كده كويس مظبوط. المشكله بتاعتي لما باجي الناس بتصمم عند الكورنر بيروح جايب السموك ديتكتور وحاطه هنا، فلو انا خدت 5 متر تمام بلاقي نفسي هنا مماس للجزئيه دي ومماس لهنا، فبالتالي الدايره اللي انا بعملها اللي بتغطي الديتكتورز دي في جزء هنا بيسموه الانكفرد اريا. فالتصميم الصحيح او الكوركت ديزاين لازم يبقى اخر حاجه بيغطيها الجزء ده بتوصل عند الكورنر الخاص بهذا الفراغ، وبالتالي يبقى ما فيش عندي الانكفرد اريا، يبقى كل الحاجات دي متغطيه. طبعا الحاجات دي احنا بنعتبرها اللي هي ستاندرد اللي هي ال 10 متر، بس خلي بالك على ارتفاع سقف 3 متر، معلومة مهمة جدا. يبقى المسافة دي هتبقى بين الاثنين ديتكتور 10 متر، أو الديتكتور الواحد بيغطي 5 متر على ارتفاع 3 متر. طيب لو الارتفاعات دي بدأت تزيد بضرب في نسبة معينة، يعني لو الارتفاع من 3 ل 3.6 من 10 متر لازم أضرب القيمة اللي فاتت دي اللي هي 10 متر في 91 من 100، وبالتالي هلاقي ان كل ما بقى الارتفاع بيزيد عندي، الارتفاع بيزيد عندي المسافه دي المفروض بتقل. يعني انا لو انا عندي مبنى الارتفاع بتاعه سي مثلا 8.4 من 10 متر، لازم او 9 متر لازم اضرب في 34% تمام في قيمه ال 10 متر، هلاقي المسافه قلت جدا. طبعا في الارتفاعات العاليه اللي زي دي يفضل ان انت بتستخدم البيم ديتكتور. كواشف الدخان تمام بتستخدم في اي مناطق لا يوجد فيها طبعا ادخنه بصفه عامه، زي المكاتب يبقى بستخدم سموك ديتكتور، غرف الاجتماعات سموك ديتكتور. ركز معايا يا باشمهندس، الاستخدامات دي مهمه جدا.
المكاتب سموك ديتكتور، غرف الاجتماعات سموك ديتكتور، المناطق الاداريه سموك ديتكتور، الانتظار غرف الانتظار سموك ديتكتور، الاستقبال سموك ديتكتور، في الممرات سموك ديتكتور، في غرف النوم سموك ديتكتور، غرف الطعام والمجالس سموك ديتكتور، في المخازن بستخدم سموك ديتكتور. بعد كده بنتقل لنقطه اللي هي التوزيع الخاص بالهيت ديتكتور اللي هي الكواشف الحراريه، المفروض بتغطي راديوس 5.3 عشان اضمن عدم وجود مناطق غير مغطاه، فهنقول ان الراديوس الخاص بيها 4 متر، وزي ما احنا شفنا كده يبقى المسافه بين 2 ديتكتور هتبقى 8 متر، تمام. ولما اجي اركب ديتكتور عند الكورنر لازم اضمن ان الاريا كلها كفرد اريا ومفيش جزئيه ان كفرد اريا. نفس الكلام اللي الكلام ده موجود عند 3 متر، لو ارتفاع زاد بضرب في الفاكتورز تمام الموجوده عندي في التيبل. الكواشف طبعا اللي انا بستخدمها الحراريه بتستخدم في مواقف السيارات، بتستخدم في المطابخ، يبقى انا مواقف السيارات بستخدم فيها هيت ديتكتور، تمام، المطابخ بستخدم هيت ديتكتور، غرف الغسيل بستخدم هيت ديتكتور، غرف التجفيف والكوي بستخدم هيت ديتكتور، في غرف الغلايات بستخدم هيت ديتكتور. زي ما قلنا معلومه مهمه جدا، انواع الهيت ديتكتور في عندي نوعين، فيكسد تمبريتشر هيت ديتكتور تمام بحس بدرجه حراره الحريق عند قيمه محدده، اما النوع الثاني الريت اوف رايز، الريت اوف رايز ده بيتم بواسطه الاحساس بفرق درجات الحراره تمام، اللي طبيعتها اصلا الاماكن دي طبيعتها بتزيد درجه الحراره، هنا بستخدم دلتا تي في الريت اوف رايز هيت ديتكتور. طبعا زي ما قلنا احنا بنستخدم بعد كده المالتي سنسور تمام، المالتي سنسور اللي هو الكومباين ده بيسنس لمين؟ بيسنس للاثنين للهيت والسموك، الراديوس بتاعه 4 متر تمام، وبستخدمه في حاجه مهمه جدا في الماشين روم غرف الماكينات، وبستخدمه في غرف الكهرباء. يبقى انا لو سالتك غرف الكهرباء وغرف الماكينات اللي هي الماشين روم تمام بستخدم فيها ايه؟ بستخدم فيها المالتي سنسور او الكومباين سنسور اللي هو بيحس حراره ودخان سموك اند هيت، معلومه مهمه جدا. بعد كده رقم 4 بنشوف هنا يا شباب زي ما انتم شايفين في الصوره كده، ده شكل الداكت ديتكتور، ده الكاشف الخاص بمجاري الهواء الخاصه بالتكييفات، ده عشان اقدر اعرف لو في اي سموك موجود عند الدكتات بتاعه التكييف، يستخدم في مواسير التكييف، يثبت على مواسير الهواء الخارجه من نظام التكييف تمام، عشان اقدر احس باي سموك موجود داخل الدكت. النوع الخامس اللي هو الجاز ديتكتور بستخدمه فين؟ مهم جدا في المطابخ، في المطابخ بستخدم، في الكيتشن بستخدم الجاز ديتكتور، في البنزينات بستخدم الجاز ديتكتور. في النوع السادس ده مهم برضو اللي هو الكربون داي اوكسايد اللي هو السي او 2 جاز ديتكتور، ده بستخدمه في مواقف السيارات المغلقه تمام، اللي بيبقى فيها كثافه عاليه للعوادم الموجوده تمام، فبستخدم نوع خاص اسمه كربون داي اوكسايد، كربون داي اوكسايد خاص بالمواقف اللي هو احنا بنسميه سي او 2 جاز ديتكتور. في الاماكن العاليه زي المناطق المفتوحه اللي عندي مثال ليها، المستودعات، المستودعات بستخدم ايه يا شباب؟ بستخدم بيم ديتكتور عشان الارتفاعات بتاعتها عاليه. المناطق المفتوحه للتسوق تمام، الحاجات المفتوحه للتسوق سوبر ماركت والكلام ده تمام، بستخدم في البيم ديتكتور ارتفاعات عاليه. في الهناجر، في الهناجر بستخدم البيم ديتكتور، اماكن بدون سقف بستخدم البيم ديتكتور، وهو قلنا عباره عن جزئين، عباره عن ترانزميتر وبنرمز له بالرمز تي، وريسيفر تمام بنرمز له بالرمز ار، بيشتغل بالانفراريد او الاشعه تمام فوق الحمراء تمام. طيب الجزء ده طبعا هنا بركب هنا ترانزميتر، وهنا ادي ترانزميتر، هنا بيبقى فيه عباره عن ريسيفر او بيسموه ريفليكتور، يبقى هنا عند ارتفاعات معينه كده بحط عندي مين؟ بحط عندي ترانزميتر في ناحيه، والتاني ده بيطلع الشعاع كده اهو بيوصل للريسيفر او بنسميه الريفليكتور. طبعا المسافات الافقيه بين كل كاشف والذي يليه لا تزيد عن 25 متر،
المسافة دي ما بتزيدش عن 25 متر. طبعا بيبدأ في الارتفاعات العالية 7.5 متر، 10 متر وهكذا. العوامل التي يترتب عليها اختيار الكاشف، فأنا دلوقتي لما باجي اختار كاشف هختاره بناء على ايه؟ زي ما عرفنا كده من الشرح، بختار الكواشف بناء على طبيعة المكان واستخدامه. وانا بستخدم كواشف في المواقف مثلا، يبقى انا هستخدم السي او 2 ديتكتور، في مطبخ يبقى انا هستخدم الجاز ديتكتور، في غرف الكهرباء هستخدم الكومباين ديتكتور. يبقى طبيعه المكان واستخدامه هي اللي بحدد بناء عليها الكاشف المستخدم. رقم اثنين الارتفاع، لو الارتفاع ده عالي بستخدم مثلا البيم ديتكتور. هنا بيقول لي اهو ادي الديتكتور تايب والماكسيمم سيلينج هايت خاص بالديتكتور. هنا عندي السموك ديتكتور ده الماكسيمم سيلينج، الهيت الماكسيمم سيلينج، الهاي تمبريتشر هيت ديتكتور. تمام، هنا طبعا في الهيت ديتكتور زي ما قلنا في منه نوعين، في نوع بيبقى فيكس تمبريتشر، هنا مثلا بيعمل الارم عن 58 وهنا بيعمل الارم عن 78. في الاوبتيكال بيم ديتكتور تمام، وهكذا بنشوف ان كل ديتكتور بيتقال ديتكتور تايب والابلكيشن بتاعته. يعني الايونيزيشن بيستخدم في الجنرال بيربوس، سموك ديتكتور بيستخدم في الفاست فليمنج زي ما قلنا في الحرائق السريعه، الاوبتيكال تمام ده في السمولدرنج فاير في الحرائق البطيئه، في عندي الاوبتيكال بيم ديتكتور في اللارج والهاي روم، في الريت اوف رايز بيستخدم في الديرت ديورنج نورمال تمام، والستيم والداست تمام، الاماكن الموجود فيها حاجات دي طبيعيا، بس هو تمام بيستخدم ريت اوف رايز تمبريتشر. لو تكون درجه الحراره بحس بدلتا تي، لو انا عايز احس عن درجه حراره ثابته مثلا 58 او 78، يبقى انا طلعت من الجدول السابق ده ان انا عندي معاملين هما اللي بيحددوا لي اختيار الكاشف، رقم واحد طبيعه المكان واستخدامه، رقم اثنين ارتفاع المكان. بعد كده هدي ملاحظات عامه على التركيب في المطابخ تمام، ما بركبش تمام تجنب استخدام كواشف الدخان اللي هي سموك ديتكتور، لان بيبقى فيه اصلا ابخره ناتجه من الطهي. في الحمامات ما بنركبش غالبا فيها ديتكتورز، لكن في حاله الرغبه في التركيب فان انا هنختار كشف الدخان تمام، عشان بيبقى فيه بخار ميه. في غرف الكهرباء هنستخدم نوع كاشف حراريه وكاشف دخان اللي هو الكومباين زي ما قلنا، الكشف عن وجود الحرائق. لو انا هنا في عندي سقف تمام، في عندي سلابه والسلابه دي نازل منها الجزء الخرساني ده تمام، البيم ده، فانا بشوف والله في الكود بيقول لي ان الجزء ده يعتبر كانه تو سيبريت اريا، لو الارتفاع ده اعلى من 10% في السيلينج هايت تمام، دي بتتعامل از ا سيبريت روم، كانه دول غرفتين مستقلتين، بوزع هنا ادي ديتكتور وادي هنا ديتكتور، بشرط ان الديتكتور اللي هو قريب منها لا يقل عن 50 سنتي. لو السلابه دي الارتفاع بتاعها اقل من 10% تمام واكبر من 25 سنتي تمام، يبقى انا بعاملهم كاني ده وضع طبيعي، بحط هنا زي ما قلنا سموك ديتكتور المسافه لا تقل عن 50 سنتي، وباخد المسافه من ده لده كده كامله تمام، كاني بوزع اثنين ديتكتور عادي، المسافه بتاعتهم بتبقى 10 متر، لو قليله برضو نفس القصه بعمل ايه؟ بعمل نفس الاعتبار على ان الاثنين دول اريا واحده. هي المشكله لما تكون الجزء اللي نازل بتاع الكاميرا تمام كبير فبعتبرهم تو سيبريت اريا. في طبعا اشتراطات لما اجي اركب في الاسقف ذات الارتفاعات المختلفه، هنا في عندي كذا ليفل فرق في المنسوب بتاع الارتفاع، هراعي المسافات هنا بين كل سموك ديتكتور والتاني. طبعا الكول بوينت او المانوال كول بوينت لا توضع خلف الباب، لازم توضع في مكان واضح في امام الباب عشان تبقى في تناول الجميع. المسافه بين السموك ديتكتور والمخارج بتاعت التكييف المفروض بتبقى اكبر من 1 متر. لو في عندي سموك ديتكتور موجود في الاسانسيرات بيبقى ليه اشتراطات معينه في المصاعد ومخارج التكييف. هنبدا نشوف باقي المكونات اللي هي الكول بوينتس، المانوال كول بوينت لازم تبقى موجوده في اماكن تمام كل الناس بتبقى شايفاها. الاماكن دي
تمام، المسافة بينها لا تزيد عن 30 متر. طبعا المانوال كول بوينت بتركب على ارتفاع حسب الاستاندرد من 1.2 ل 1.6 متر. هنا الماكسيمم ديستانس بتوين تو كول بوينت ما تزيدش عن 30 متر، تمام. في الاماكن العاديه في الكول يور ممكن توصل من 45 الى 60 متر. ده شكل المانوال بول ستيشن، ده في حاله الحاجات اللي احنا كنا بنسحبها البول داون. وفي ده البريك جلاس اللي انا بكسر الجلاس، تمام، او بضغط عليه على اساس ان هو يعمل لي الالارم. عشان اعمل الارم بعمله بكذا اسلوب. رقم واحد بستخدم البيل، ده انذار صوتي، تمام، عشان انذر الناس الموجوده في المبنى. في عندي نوع تاني اللي هو الستروب لايت او الفلاش، ده انذار ضوئي. في عندي السبيكر عشان اقدر اقول للناس رساله الاخلاء، الناس تخلي المبنى. لو انا طبعا خارجيا لازم استخدم هورن، تمام، عشان يبقى الصوت بتاعه عالي واقدر اعمل انذار للناس. زي ما بنقول الديسيبل المفروض حد الادنى المقبول مستوى شده الصوت لاشاره الانذار في الحريق 65 ديسيبل، دي مهمه جدا، تمام. طبعا ممكن يزيد في غرف الماكينات لان الصوت اصلا بيبقى عالي. هنا بيوضح لي اختيار طبعا شكل السرينه او الجرس، بيبقى بيعتمد على المساحه، تمام، الديستنس فروم السورس نفسه، والريدكشن اللي بيحصل في الديسيبل لما ببعد عن السورس بيبقى شكله ازاي. ادي الديستنس فروم سورس وادي الريدكشن على المحور الرأسي. بعد كده هنتكلم عن مكونات مهمه جدا جدا، في ناس كتيره جدا ما بتشوفهاش في انظمه انذار الحريق. ايه هي الانظمه دي؟ رقم واحد اللي بيتكلم عن الموديولز يا شباب، الوحدات المرتبطه بالحريق. رقم واحد بستخدم الكنترول او بعرف الكنترول موديول، مهم جدا الكلام ده. دي بستخدمها فين؟ عشان اقدر اتحكم في تشغيل وايقاف بعض العمليات اللي بتتم اثناء الحريق، ربط انظمه الحريق بالانظمه الاخرى. زي ايه يا شباب؟ انا بستخدم كنترول موديول عشان اعمل ايقاف للمصاعد اثناء الحريق. رقم اثنين بعمل غلق لبعض لوحات الكهرباء اثناء الحريق باستخدام الكنترول موديول. بشغل مراوح سحب الهواء او بعض مراوح سحب الهواء باستخدام الكنترول موديول. مهم جدا الكنترول موديول ده لو عايز اعمل ايقاف للمصاعد، كنترول موديول. لو عايز اعمل غلق لبعض لوحات الكهرباء، كنترول موديول. لو عايز اشغل مراوح سحب الهواء، كنترول موديول. يبقى المكون ده مهم جدا، بقدر اعمل بيه كنترول على باقي الانظمه المرتبطه بنظام الحريق. رقم اثنين المونيتور موديول، حاجات انا عايز اشاهدها او اتابعها اشوفها، فبستخدم هذا الموديول عشان اعمل عمليه مراقبه لبعض العمليات. زي ايه؟ لو انا عايز اراقب محبس سريان الميه في مواسير نظام اطفاء الحريق اللي هو الووتر فلو سويتش، لازم استخدم مونيتور موديول. لو عايز اشوف التامبر سويتش، تمام، مفتوح ولا لا، تمام، لازم اتاكد ان هو مفتوح دائما عشان اضمن تدفق الميه، بستخدم مونيتور موديول. لو عايز اشوف سريان الميه بستخدم الفلو، بستخدم عشان اركب فلو سويتش عشان اشوفه بستخدم مونيتور موديول. يبقى انا عندي يا شباب كنترول موديول، كنترول موديول، وفي عندي مونيتور موديول. في عندي الدور هولدر، ده عشان اول واحد هيفتح الباب في حاله انذار الحريق بلاقي الجزء ده بيعمل لوك للباب والباب يفضل مفتوح عندي. في الفاير الارم كنترول بانل، ودي هي بقى ايه العقل المفكر اللي هو بينظم عمليه دخول الاشارات وخروجها، تمام، للنظام كله، اللي هي الفاير الارم كنترول بانل. في عندي نوع اللي هو النوع القديم الكونفنشنال فاير الارم كنترول بانل، بقسم المناطق بتاعت الزونز، زون 1 زون 2 زون 3، تمام. مشكلة النظام التقليدي ان انا ما كنتش اقدر احدد المكان بالضبط. طبعا بيبقى في موجود عندها دوائر اقدر اعمل زونز، زون طبعا بتيجي زون يا اما 1 زون 2 زون 4 زون 8 زون، تمام، وبيبقى هنا الساوندر هنا في برانش منفصل. النوع ده مشكلته ان هو ما بقدرش احدد المكان بالضبط الخاص بالحريق، وبالتالي بستخدمه في المشاريع منخفض التكلفة أو لما بيكون عدد الحساسات قليل، لما بيبقى المشروع غير مهم ممكن استخدمه في الصالات المفتوحة أو في الورش. ده نظام رخيص وخلاص تقريبا محدش بيستخدمه حاليا.
النظام اللي احنا بنشتغل عليه الادريسابل، الادريسابل فاير الارم كنترول بانل، كل ديتكتور بيبقى له رقم، تمام؟ بناء على الرقم انا بعمل سيتنج، ببقى عارف كل ديتكتور موجود في انهي فراغ، وبالتالي لو في اي الارم بقدر احدد مكان الفاير بالضبط فين، واروح للاريا اللي انا شغال عليها بالظبط. طبعا لو حصل شورت سيركت، لو حصل شورت سيركت في الدايره بنستخدم حاجه بنسموها الايزوليشن، يبقى لو حصل فولت، لو حصل فولت بستخدم ايزوليشن. دلوقتي في شركات بتركب الايزوليتور ده داخل الكواشف نفسها، داخل كواشف الحراره او الدخان. لو انا عندي مساحه كبيره وعايز اقدر اعمل ليها اكستنشن، او عايز اقدر اشوف من اماكن مختلفه في المشروع، مشروع كبير، مش لازم اركب فاير الارم كنترول بانل تانية، بركب حاجه بنسميها فاير الارم ريبيتر بانل، ودي مهمه جدا بستخدمها في المشاريع الكبيره. بيبقى الريبيتر بانل هو اللي بيعمل كنترول على اللوبز الخاصه بيه، وبيبقى المين فاير الارم كنترول بانل بتبقى عارفه ايه اللي بيحصل مع الريبيتر بس مش بالتفصيل، تمام؟ وبالتالي انا اقدر اقول ان انا عندي نظام بيتكون من فاير الارم كنترول بانل، وفي المشاريع الكبيره بستخدم ريبيتر، او لو انا عايز اعمل اكستنشن، اعمل توسع، ان انا بضيف ريبيتر، مش شرط اجيب لوحه رئيسيه ثانيه. طبعا في بعض النصائح العامه، لو انا بعمل نظام انذار الحريق، يفضل ان انا اعمل انترفيس موائمه بين نظام انذار الحريق ونظام اطفاء الحريق. لو انا بعمل سيتنج في الاول، يفضل ان انا اعمل كل طابق او كل دور على لوب، على موضوع تنظيمي في عمليه الديزاين. طبعا المواسير والكابلات لازم انا استخدم مواسير خاصه بالحريق وكابلات خاصه بالحريق. الكابلات المستخدمه عاده بتبقى 2 في 1.5، ومواسير بتبقى بي في سي، سواء كان القطر بتاعها 20 مللي او 25 مللي، تمام؟ دي بعض النصائح اللي انا بستخدمها في عمليات اطفاء الحريق. في عندي اسس الديزاين اللي انا بستخدمها في عمليات تصميم او توزيع وحدات انذار الحريق في المبنى. ده ان شاء الله هنعمل له فيديو، هنشتغل في الفيديو القادم في انذار الحريق على مخطط انذار حريق فعلي، وهنبدأ نشوف بعض الكتالوجات الخاصة بالشركات المصنعة لأنظمة الحريق بالتفصيل. وبكده إن شاء الله نكون اديناكم فكرة عن نظام إنذار الحريق، ونشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بأنظمة إنذار الحريق والأكواد الخاصة بيها والتصميم والرايزر دايجرام الخاص بأنظمة إنذار الحريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.